مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا نتواجد على جد مقربة محكمة استئناف القنيطرة في الملف لعدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالو. كما قلت في السابق، قصة سناء 12 سنة تتكرر. مشاهدينا الكرام، معي الأستاذ محمد النودي، محامي بهيئة القنيطرة وحقوقي، طبيعة الحال هو اللي تينوب على الضحايا فاطمة الزهراء وكذلك الزميلة اللي معاه. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا حيتيات القضية مع الأستاذ. أستاذ، كنشكرك على التواضع ديالك وكذلك أنك خديتي العاتق ديالك هذا الملف وحسيتي بهذوك البنيتات. كيفاش شفتي هذا الملف؟ مرحبا، شكرا لموقعكم وقناتكم، للشرف أن أتواصل مع عبر هذه النافذة مع الجمهور الكريم. مرة أخرى تأبى الظروف إلا أن يحال من جديد ملف إنساني، ملف اجتماعي يعكس من جديد حجم الانحدار الذي وصلت إلى الأخلاق والانعدام الوازع الديني والأخلاقي لمجتمعنا مع الأسف الشديد. اليوم أحيل ملف على السيد على أنظار السيد الوكيل العام من منطقة ديال جرف الملحة عند الريج بالضبط، من أجل إحالة ملف شخصين من أجل الاغتصاب والاحتجاز فتاتين قاصرتين في عمر الزهور. أحيل الملف على أنظار السيد الوكيل العام الذي اقتضى نظره أن يحيل الملف على أنظار السيد قاضي التحقيق من أجل ما هو مصدر بالأمر بالإحالة، وأن السيد قاضي التحقيق بعد أن استنطق المتهم ابتدائيا تقرر إحالة الملف على جلسة 31/5 من هذه السنة 2022 ليتم استنطاقه تفصيليا. وبعد ذلك تم قام السيد قاضي التحقيق بالاستماع للطفلتين الضحيتين القاصرتين، وكان الأمر فعلا مؤلم جدا، لا بالنسبة لنا نحن كهيئة الدفاع ولا حتى بالنسبة للسيد قاضي التحقيق، لأن الأمر فعلا مؤلم جدا حينما تأتي فتاتين ترويان تفاصيل دامية، تفاصيل اللي هي مؤلمة جدا. هذان الطفلتان يقطنان بإحدى المداشر التي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن المؤسسة التي يتابعان دراستهم بها، ويتكبدان عن التنقل صباحا ومساء، ولكون أن ظروف التنقل يعني هناك واحد النقل المدرسي يعني كي ينقلهما صباحا ولا ينقلهما لبيتهما الا المساء، وبالتالي يضطران كيضطر واحد المجموعه ديال الفتيا وديال الفتيات لقضاء اليوم كله وهن وهم بعيدون على المنازل ديالهم. وبالتالي هاد البنيتات هادو كما ورد على لسانهما على انهم كنا يقصدنا باحت احدى المستوصفات اللي هي متواجده عند الريج، اولا للهدوء ولكون المكان يعتقدن انه مكان امن حيث يقضيان بعض الوقت ويتناولان وجبه الغداء هناك الى ان يحل او يحين موعد انطلاق الدراسه في الفتره المسائيه، وبعد ذلك يقصدن المؤسسه ليتابعن دراستهم. هذا التردد هذا المستمر على هذا المستوصف هذا يعني ادى الى خلق واحد العلاقه اعتبرناها هما ان علاقه ابويه ديال واحد ديال هذا الشخص هذا اللي كيمارس المهام ديال الحراسه، وهو بطبيعه الحال شخص اللي في العمر ديال والديهم او انه ربما تجاوز السن ديال الوالد ديالهم، لان الشخص كيبلغ حوالي من العمر 65 سنه هو اللي كيتولى المهام ديال الحراسه، وما يفترض فيه من أمانة وصدق وحرص على أنه هو اللي يكون مثال ديال الأمانة وديال الإخلاص وديال أنه يحافظ على الناس ويعتبرهم
انهم بحال الفلدات ديال الكبد ديالو. هذا الشخص هذا مع الاسف الشديد لما نال الثقه ديال هاد البنيتات هادو عبر الكلام المتواصل والمستمر معهم، وانه كان يبدي انه يحنو عليهم ويبدي عطفهن على هذان الطفلتان، الى ان وقع ما وقع وانفرد. يعني هذه هي الذئاب الادميه، هذا هو ذئب ادمي فجاه تحول الى ذئب ادمي، انفرد بهاتان الطفلتان وبعث فيه وعبث فيهما وبمصيرهما. ولا ادل على ذلك عندما اقول مصير، هو انني ونحن نستمع لإحدى هذان الضحيتان، لا أخفيكم أن القلب لا زال يعتصر ألما لكون ما جاء على لسان هذه الطفلة كان مرعب جدا. وبحيث أن طفلة تعتقد أنها في حضن أبيها وتعتقد أنه جزء من الأسرة، ما يمكنش ويتبادر للذهن ديالها ولو غير بالمزاح على انه شخص مثل هذا يمكن يقدم على خطوه على مثل هذا الشيء الذي يقدم عليه هذا الشخص. هنا الى سمحتي لي استاذ باش نقرب معك الصوره ما امكن بشكل مختصر، فهمت الموضوع بشكل عام. مشكور استاذ الله يطول عمرك انك قدرتي تساعد هاد العائله، لانه ساكن ما في حالهمش. الوقت اللي كنتي خارج اول كلام اللي سمعتنا عندك كمحامي حقوقي قلتي لي هاد البنيه لمتنا، ملي كتعاود القصه وقلتي هي مطالبه بشكل عاجل انها تمشي للطب النفسي، صحيح؟ فعلا، لان هذه الطفله منهاره جدا. تصوروا اننا في الجلسه وجد السيد قاضي التحقيق صعوبه بالغه لانه يتواصل معها، لانه ما قدرتش، لانه كل مره كل ما همت بان تتحدث وتكمل كلامها الا وغالبتها الدموع وغالبتها. اضطر السيد قاضي التحقيق لانه بما لديه من انسانيه وحس ابوي ان يناولها كوب ماء حتى يستطيع ان يكمل معها الحديث. فعلا بصعوبه بالغه استطاعت ان تبوح بما تعرضت له وبما وقع لها مع هذا الشخص، وهو مؤلم جدا 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 وفظيع. على كل حال أول حاجة أنا أرى أن هذه الطفلة هي محتاجة لرعاية نفسية ودعم معنوي، وهذا لا يمكن إلا أن يتألى عن طريق مؤسسة الرعاية الصحية أو عرضها على طبيب نفساني حتى تستعيد هذه الطفلة، هذه البرعومة، هذه الزهرة، توازنها النفسي. وإلا امام ضيق الحال ديال الوالدين ديالها كيف ما هو بادي، ربما هالطفله هذه اذا لم يتم استدراك الموقف هاد البنت هذه تقدر تضيع. بقى عندي سؤال اخير استاذي الفاضل، بحكم النقاش ديالك مع الموكله ديالك والعائله ديالها، قالت لك راه كاينين بنات اخرين شي سبعه اخرين تاهما ضحايا، كاينين اللي ما عندهمش من الامكانيات انهم ينتقلوا باش يمشيو يشكيو، وكاينين اللي كيتحفظوا، كيفاش كتشوف هذه الامور استاذ لا من الناحيه القانونيه وكذلك من الجانب الحقوقي؟ لماذا السكوت على مثل هذه الافعال؟ هذا ستيني وصل هذا السن، استغل هذيك الثقه اللي كيشوفوا فيها الوليدات كاب ديالهم بهذه الطريقه بهذه البشاعه. هاد الناس كما قالت لك البنيه، قالت لك كاينين سبعه ديال البنات اخرين تا هما تكرفسوا عليهم، وهما تبارك الله دابا جوج، العدد تقريبا حوالي تسع فتيات. كيفاش كتشوف هذه القضيه استاذي من زاويتين، من القانون ومن السكوت ديال بعض اللي هذا ما كيعطيناش اننا نصلحوا وان نفجروا مثل هذه الملفات باش يدار لها الحد. هو نحن لا ندين شخصا، لان الملف دابا معروض على انظار القضاء، ونتوخى ان شاء الله بحوله وننتظر ان القضاء سينصف، بلا شك ان القضاء سينصف هذان الطفلتان. الا انه ليس هناك نار بدون دخان، يعني كما جاء على لسان هذان الطفلتان ان هناك سبع طفلات كن يرافقنهن الى نفس المكان، والغالب الظن ان هذا الشخص هذا يعني كيفما يعني سمحت له نفسه وخولت له نفسه انه يدير هذا السلوك هذا وهذا التصرف هذا بهالطريقه هذه مع الطفلتين، ولا شك يعني غادي يكون داروا حتى مع شي طفلات اخرين.
وبطبيعه الحال التحفظ ديال الاسر وربما التخوف ديال دوك البنيتات، لان على الاقل هاد البنيتات هادو انا كنحيي فيهم الشجاعه ديالهم والجراه ديالهم انه قدروا يكسروا هذا الجدار ديال الصمت، وانهم مشاو اول حاجه داروا انهم مشاو قصدوا المركز ديال الدرك الملكي وتقدموا بشكايه، وهذا دليل على ان الطفلتين هادو يعني هما الاخلاق ديالهم اللي هي عاليه، وانهم كيرفضوا رفضا باتا هذا النوع ديال السلوك هذا. من الناحيه الحقوقيه المجتمع بطبيعه الحال هذه مساله مجتمع، دابا هذه يعني الطيف الحقوقي والطيف الجمعوي المغربي يعني كيف ما عهده وخصو يتضافر الجهود ديالو اكثر انه يتصدى لمثل هذا النوع ديال السلوكات وهذا النوع ديال الجرائم اللي مع الغالب مع الاسف الشديد الغالبيه العظمى منها هي مسكوت عليها. هنا استاذي الى لاحظتي معايا انه المكان يا قريه والناس ديال القريه تيكون عندهم نقص شيء ما في هذا الشيء ديال دور المجتمع المدني التواصل معاه، يعني كيفاش كتشوف انت هذه الزاويه بالاخص في هذه البنيتات هذو وهاد الضحايا اللي ما قدروش يتكلموا؟ هذه مساله يعني من ضمن الاعطاب التي كيعاني منها المجتمع ديالنا مع الاسف الشديد، هو انه هاد البنيتات هذو الامهات ديالهم كيفيقوا كيستيقظوا صباحا باكرا يعني قبل اذان الفجر، لانهم كيسكنوا في هذه المنطقه ديال عيون الدفالي وكيمشيو يشتغلوا في المنطقه ديال العريش، راه المسافه تقريبا واحد 150 كيلومتر تقريبا ديال المسافه، وبالتالي فان هاد الاباء هادو كيمشيو باش يوفروا لقمه العيش لهاد الوليدات، وكيبقاو هاد البنيتات هادو هما كيمشيو باش يسهروا على الدراسه ديالهم وباش انهم يشوفوا عندهم اطماع لانهم يشوفوا هاد البنيتات تاهما في المستقبل تاهما كيف ما كيتمناو يشوفوا اي اب يشوف او اي ام تشوف الوليدات ديالها، الا انه الذئاب البشريه يعني كتصطاد هاد النوع ديال الفرص وتحين هاد النوع ديال باش ان اولا تسيء الكرامه ديال المغاربه وتسيء الاخلاق ديال المغاربه وتسيء الدين ديال المغاربه، هذا هو الاشكال. وبالتالي كنشوفوا لان هاد السلوكات هادي القضاء يجب ان يضرب عليها بيد من حديد. استاذ هنا طرح عندي سؤال اخر، هو معترف على الواقع. على كل حال باش ما نخوضوش في التفاصيل لان سريه البحث في التحقيق، هنا كنخليو القضاء على السيد قاضي التحقيق تما يعني يختم التحقيق ديالو في النازله، واعتقد على ان الجلسه هي قريبه ما بعيداش بزاف 31 يعني في غضون الاسبوع المقبل غادي تكون الجلسه، سنتقدم بالمطالب المدنيه لفائده الضحيتين، وبعدها ان شاء الله سيختتم البحث وسيحال من يفعل على الجلسه. وبكل تاكيد على انه السيد قاضي التحقيق بما لديه من كفاءه سيستخرج ما هو مفيد جدا بالنسبه لهذا للتهم الموجهه اليه وما هو مفيد بالنسبه للطفلتين. استاذي الفاضل شكرا لك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا استاذ محمد مشكور، لانه بطبيعه الحال ساعد هذه العائله من اجل تبيان الحقيقه وكذلك ياخذ الاطار القانوني بعمق في هذا الملف. مشاهدينا الكرام بعض النقط تعتبر من الطابوهات، لماذا السكوت؟ طفله تصرح انه الزميلات اللي معاها توهم وقع لهم نفس الواقعه، وهنا كنوجه النداء للضابطه القضائيه في صفوف الدرك الملكي وكذلك النيابه العامه لتعميق البحث اكثر واتخاذ المتعين في الموضوع. ما يهمنا في الاخير هو هاد الناس اسباب والمسببات ليتم الحد لمثل هذه السلوكيات. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد، وغادي نستشروا مع الاستاذ ونتصلوا به وناخذوا دائما معاه اخر مستجدات في الموضوع. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.